حديث ودعاء الصيام مع فضيلة الشيخ الدكتور أسامة الأزهري على الراديو 90-90. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. ثم أما بعد، تكلمنا في الحلقات الماضية كيف يتحول الإنسان في نظر الناس إلى باب من أبواب الرحمة ويتسع للناس ويستوعب الناس، وتكلمنا عن عدد من الشعارات والقيم القرآنية. قال الله تعالى: وقولوا للناس حسنا. قال الله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. قولوا للناس حسنا، اعلموا أن الله تعالى لا يحب الفساد، بل يحب منكم العمران، يحب منكم أن تفتحوا أبواب الأمان للحرث والنسل، للحضارة، للمؤسسات، للأوطان. يبقى أول شعار أن يقول الإنسان للناس جميعا كل حسن من الكلام، أن يكون الإنسان موصوف بحب العمران. نمرة ثلاثة، أن يكون الإنسان قادرا على أن يستوعب الناس وأن يتحول في نظر الناس إلى باب رحمة. وذكرنا الآية الكريمة: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. يعني متى يتحول الإنسان إلى مظهر من مظاهر السعة على الناس جميعا؟ يأتي الناس إليه وقد امتلأوا بالكرب والحزن، فإذا بهم يجلسون معه فيخرجون من عنده وقد انفسح الكون أمامهم واتسعت الدنيا أمام أعينهم. ونلاحظ من وراء الكلام ده كله كيف أن القرآن الكريم بالتدريج يبني الإنسان الذي يمكن أن يكون في نظر الناس باب من أبواب الرحمة. هو مش ربنا قال لسيدنا ومولانا وإنك لعلى خلق عظيم؟ هو مش ربنا قال لسيدنا وأستاذنا جميعا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ لما احنا نحب نتخلق به ونغترف من أنواره يتحول كل إنسان في دائرته وعلى مستواه وقدر وسعه وطاقته، برضه يتحول هو كمان إلى دائرة من دوائر الرحمة. طيب تعالوا ناخد ملمح قرآني جديد يبني ويشيد في نفس الإنسان الطريقة التي يمكن أن يتحول بها هذا الإنسان في نظر الناس إلى مظهر رحمة، إلى باب فرج، إلى 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 مظهر نور وسعة للناس. قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أهو بناء للإنسان. يعني ربنا بيقول لك خلي فؤادك وخلي الهمة عندك وخلي خاطرك مليان مسارعة إلى الله، إلى المغفرة، إلى الجنة التي عرضها السماوات والأرض. هل هناك شيء أجل من هذه المطالب والمقاصد؟ لا. إيه الطريق والمعراج اللي يوصلني إليها؟ دي أعدت للمتقين، اللي هم مين؟ الذين ينفقون في السراء والضراء، يعني صاحب سعة، صاحب كرم، صاحب تفقد لاحتياجات الناس، يرفع الكرب عن الناس، ينفق من ماله في السراء والضراء. وأنا هنا بفكركم بالحديث اللي تكلمنا عنه الحلقة اللي فاتت، قال صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تسعون الناس بأموالكم. ربنا هنا بيقول الذين ينفقون في السراء والضراء، بس مهما أنفقت في السراء والضراء، لي حدود، لي سقف، مهما كان الثراء، عند درجة معينة لا أستطيع أن أستوعب بها الناس جميعا، لكن ربنا بدأ يلقنك طريقة ويفتح لك باب آخر من السعة تجعلك أرقى وأوسع. قال عليه الصلاة والسلام: إنما يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. والحق تبارك وتعالى يشير إلى هذا هنا في هذه الآية فيقول: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والكاظمين الغيظ، يعني اللي قادر أنه يمتلك غيظه وغضبه في أوقات الغضب عندما يختلف مع الناس. يعني إنما يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق طبعا، والعافين عن الناس، يعني نعم يمكن للإنسان أن يتسع للناس جميعا، أن يستوعب الناس جميعا، أن يطل على الناس
من مظهر الرحمة والإكرام للناس جميعا؟ نعم، أسأل الله تبارك وتعالى أن يخلقنا وإياكم بهذه الأخلاق المشرفة الممجدة الرفيعة التي تبني إنسانا واسع الأفق، حليما صبورا، يستطيع أن يكون رحمة على الناس، يستطيع أن يدفع الناس إلى أن يتحرروا من كل أغلال الضيق والغضب والخوف والهلع، حتى ينطلق الإنسان واسع الأفق مستنير العقل لبناء الحضارة ولصناعة العمران. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم. حديث ودعاء الصيام مع فضيلة الشيخ الدكتور أسامة الأزهري على الراديو 90 90.